دولي في جامعة برينستون ومقرر سابق في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جرت عليه مواقفه المناصرة للفلسطينيين تبعات كثيرة إسرائيل اعتبرته شخص غير مرحب به أنا ديما عز الدين هنا في اسطنبول على موعد مع بروفيسور ريتشارد فالك للحديث حول مواضيع مستجدة كالعلاقة التركية الأمريكية وتطورات القضية الفلسطينية ما بين عملية سلام مجمدة وصفقة قرن مؤجلة بروفيسور ريتشارد فولك أهلا وسهلا بك على شاشة تي آر تي عربي شكرا لمنحنا الوقت أود أن أبدأ معك بالعلاقة الأمريكية التركية حضرتك وصفتها مؤخرا بأنها علاقة مضطربة إن بدأنا بالانتقاد التركي الأخير للإعلان الأمريكي والاهتمام حول حقول النفط السورية، أضف إلى ذلك النية لتمويل تنظيم واي بي جي الإرهابي عبر فوائد النفط السوري. ماذا تريد الولايات المتحدة تحديدا؟ من الصعب للغايه تفسير سلوك السياسه الخارجيه الامريكيه في عهد الرئيس ترامب فهو رئيس لا يمكن توقع قراراته وهو يركز بشكل رئيسي على تاثير السياسه الخارجيه في الداخل الامريكي وبشان التوترات مع تركيا فقد اثيرت بسبب وجود حمله قويه للغايه مضاده لها على المستوى الدولي وبالتالي اصبح الامر من المغري سياسيا ان تبدو الولايات المتحده في مظهر من يدعو الى دعم هذه الحمله. واعتقد انه يجب عليكم فهم هذا الجانب من السياسه الامريكيه. وكذلك فلكل دوله بالمنطقه اهداف متعارضه بشان العلاقات مع سوريا. وقد أعطت الولايات المتحدة الأولوية في بعض الأوقات لتغيير النظام في دمشق. ثم تغيرت بوصلة أولوياتها نحو دحر تنظيم داعش بما أدى إلى هذا التحالف مع تنظيم واي بي جي. وترتب على ذلك بطبيعة الحال توترات مع أنقرة. وحظي هذا التوتر مع تركيا بثقل اكبر بالنظر الى توجه اسرائيل العدائي تجاه تركيا منذ عام 2009 عندما وقعت المواجهه الشهيره بين اردوغان وشيمون بيريز في المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس ثم حادث السفينه مافي مرمره في العام التالي لذلك هناك العديد من القوى في المشهد السياسي. حيث يتسم كل شيء تتصوره تقريبا عن هذه المنطقه بكونه معقدا للغايه ويصعب جدا تفسيره باختصار ولكن ان عدنا للتركيز على نقطه علاقه واشنطن بتنظيم واي بي جي وهذا التواجد العسكري الموسع الذي اعلن عنه دونالد ترامب مؤخرا شرقي سوريا تحت شعار حمايه النفط السوري واستخدام عوائده، هذا يدفع بالكثير من الاسئله القانونيه فربما اهمها هل واشنطن تخرق القانون الدولي؟ حسنا الكثير من الامور في هذا الشان تعتمد على طريقه رؤيه الحكومه السوريه للامور واشك في موافقتها على استخدام عائدات النفط لاجل هذا الغرض وفي الحقيقه انا متاكد تماما من عدم موافقتها وان وافقت على تلقي دعم بشكل ما من روسيا او ايران قد لا يكون ذلك من الحكمه السياسيه او مقبولا اخلاقيا لكنه مسموح به قانونا لأن هذه هي الحكومة الشرعية في سوريا وهي عضو في الأمم المتحدة ولكن النظام السوري بتصريحاته الرسمية انتقد واعترض على الخطوة الأمريكية يصعب للغاية الإجابة على هذا النوع من الأسئلة السياسية لأنه يتعين عليك اكتشاف إن كانت الحكومة السورية قدمت حقا هذه الموافقة وبقدر علمي لا اعتقد بوجود وقائع مؤكده باي شكل في هذا الموقف يبدو الامر ربما في صوره اعتماد على الموارد السوريه بواسطه قوه اجنبيه دون تصريح مناسب لذلك فعلى السطح يبدو الامر كما لو ان هذه السياسه الاوسع نطاقا غير قانونيه ولكن من الصعب منح اجابه قانونيه حقيقيه ففي هذه المنطقه خلال السنوات العديده الماضيه للاسف لم يلعب القانون دورا كبيرا لان الدول اتبعت ما تعتقد انه يصب في مصلحتها الوطنيه بغض النظر عن الاعتبارات القانونيه والاخلاقيه وهذا احد جوانب الماساه التي تعاني منها المنطقه حيث لا يوجد احترام للقيود ولديها دمار وعنف على نطاق واسع هذا يقودنا إلى السؤال الغير مجاب عليه رغم بساطته علاقة واشنطن مع واي بي جي واي بي جي هي الفرع السوري لتنظيم بي كي الإرهابي المصنف إرهابي ليس فقط تركيا بل أمريكيا وأوروبيا كيف يحصل هذا؟ حسنا مرة أخرى تسألين عن منطقة غامضة للغاية من الجانب القانوني لأن ذلك يعتمد على كيفية قراءتك للحقائق ولن يتفق الجميع أن وحدات الحماية واي بي جي ليست سوى امتداد لبي كي كي أو حزب العمال الكردستاني ويجب أن تثبتي هذا الإدعاء وأغلب المراقبين الحذرين أو الموضوعيين سيتفقون مع هذه النتيجة، وسوف أتفق مع ذلك تقديرا، ولكن لإثبات الأمر على الصعيد الدولي، يجب أن يكون لديك بعض الأدلة المقنعة. وهناك تناقضات طوال الحرب الأهلية السورية. ففي بعض الأحيان يتم دعم كيانات ينظر إليها كإرهابية، وينظر إليها في أحيان أخرى على أنهم ضد الإرهاب. وان هدفها الرئيسي هو دحر تنظيم داعش او الحد من جبهه النصره في حين ان الولايات المتحده تحالفت فعليا في وقت ما مع جبهه النصره وضد نظام دمشق وكما تعرفين ينظر الى جبهه النصره باعتبارها امتدادا لتنظيم القاعده المسؤول عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر بالولايات المتحده لذلك انت تعيشين في عالم مجنون حيث هناك الكثير من التناقضات والكثير من التبريرات ولكن على ما يبدو أن هذا نمط أحد الأكاديميين العرب رأى أن الولايات المتحدة دائما تفضل التعاطي مع التنظيمات خارج إطار الدولة حتى لو كانت ميليشيا فالأمر ليس محصور بواي بي بحسب بعض المختصين هل توافق أن هذا نمط أمريكي عام؟ لا يعود الأمر إلى الحرب الباردة فإذا كانت الجماعات التي يمكن وصفها بالإرهابية مناهضة للماركسية أو مناهضة للشيوعية فقد كانوا يدعون مناضلين من أجل الحرية لدى المؤسسات الأمريكية وإن كان ينظر للجماعات على أنها مؤيدة لروسيا أو مؤيدة للاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت فقد كان يطلق عليهم وصف إرهابيين لذلك يجب ان تكون اللغه متكامله في عالم يعج بالصراعات والفوضى لكن نعود الى النقطه التي بدانا بها وهي العلاقه التركيه الامريكيه مع كل هذه التوترات كيف ترى مستقبل هذه العلاقه من الصعب ذلك يجب ان يكون المنطق منطق الجغرافيا السياسيه للعلاقات بشكل اساسي في صوره قضيه مشتركه وبشكل رئيسي فالمصلحه الوطنيه التركيه والمصلحه الوطنيه الامريكيه متوافقتان بشكل كبير ولكن بسبب هذه الحمله الدوليه وبسبب رغبه تركيا في التمتع باستقلاليه في فتره الحرب البارده فقد ترتب على ذلك مستوى ثان من التوتر ويعود ذلك بشكل جزئي الى علاقه تركيا بروسيا عندما اشترت انقره المنظومه الدفاعيه من موسكو واظهرت انها لن تعتمد بالكامل على اوروبا والولايات المتحده ولكن توتر على العلاقه بين واشنطن وانقره هو كان سبب مباشر وغير مباشر لتقارب انقره مع موسكو. نعم هذا صحيح. تطبق روسيا سياسه تحاول من خلالها ان تكون اكثر فعاليه في هذه المنطقه واعتقد انها تلعب دورا اكثر اتساقا في هذه المرحله مقارنه بالولايات المتحده فعلى الرغم من عيوب الرئيس بوتين فانه ماهر للغايه في فن السياسه الخارجيه وتمكن من الزياده التدريجيه للدور الروسي في المنطقه وقد لا يكون ذلك الامر سيئا بالنسبه لاستقرار منطقه الشرق الاوسط في المستقبل فقد يمكن بهذا النهج احداث بعض التوازن مع الولايات المتحده بحسابات الجغرافيا السياسيه لأنه يجب عليك أن تتذكري أن الفترة الأكثر استقرارا في هذه المنطقة كانت خلال الحرب الباردة. بروفيسور فالك، هل واضح من وجهة نظرك ما هي الاستراتيجية الأمريكية الحالية أو المستقبلية في الشرق الأوسط؟ كما ذكرت مسبقا، فإن أي شيء خلال عهد ترامب ليس قابلا للتفسير المنطقي المتسق. فهو يتغير على نحو لا يمكنك توقعه وهو متهور بشده ويمكن ان يغير اتجاهاته دون سبب ظاهر لذلك فان ربطنا السياسه الخارجيه الامريكيه بالرئيس يستحيل تقديم تفسير متسق وان تحدثنا عن المصلحه الوطنيه لبلدين يمكنك تكوين شكل ما ولكن حتى ذلك مليء بالتناقض فالعديد من الامريكيين يشعرون ان الخروج من هذه المنطقه سيساعدها لاننا نرتكب الخطا تلو الاخر مع تغيير الانظمه والتدخلات وفي هذا الاطار فان انتقاد ترامب للقاده السياسيين الديمقراطيين ممن سبقوه يبدو ذو وجاهه ومن غير الواضح تحديد ماهيه الشخص الذي يستطيع تعريف المصلحه الوطنيه الامريكيه في الشرق الاوسط بدقه وتحديد السياسه المثلى التي يتعين اتباعها. وربما هناك ما تحدث حضرتك في احدى المقابلات السابقه انه قد يكون مفيد لواشنطن ان تفكر في التعاطي مع الشرق الاوسط خارج الاطار العسكري اليس كذلك؟ بالفعل اعني ساضع نفسي على الاقل على حافه المربع العسكري واقول ان هذه المغادره ستعود بالنفع على المنطقه والخيار الافضل الثاني هو محاوله احداث توازن مع روسيا وبالتالي سيكون بالنظر الى الجغرافيا السياسيه اكثر استقرارا وعندما تشارك كل من روسيا والولايات المتحده يجب ان تكون حذرتين للغايه والا تسمح بخروج العنف عن السيطره لاننا لا نريد ان يحارب بعضنا بعضا فكلا الطرفين يمتلكان اسلحه نوويه وستكون كارثه ويستطيع الطرفان الحد من الصراع بدلا من اشعاله واعتقد ان ذلك سيساعد للغايه في التغلب على هذه الفتره المروعه التي تعاني منها المنطقه منذ نهايه الحرب البارده اسمح لي أن أنتقل معك الآن إلى الشأن الفلسطيني، مهم جداً لمتابعينا أن يسمعوا رأيك وقد كنت مقرر سابق للأمم المتحدة في هذا الإطار. إن بدأنا بخطة إدارة ترامب للسلام أو كما هو معروف إعلامياً صفقة القرن، في أي مرحلة نحن؟ هل نشهد تأجيل آخر أم أنها ببساطة ألغيت؟ مرة أخرى، نحن لا نعرف حقاً. نعم، أعتقد أنها إجابة آمنة. فالعنصر الآمن هنا هو أنه بعد انتخابات 2020 في الولايات المتحدة لن يعتمد القرار الخاص بهذا العرض لإنهاء الصراع كثيرا على التأثير الفلسطيني والإسرائيلي ولكن وفق تأثيره على السياسات الداخلية الأمريكية. لا يجب أن يكون الأمر كذلك. ولكن هذا هو فهمي للامر وبقدر ما هو مطروح حسب ما سمعنا فان ذلك ليس باتفاق والامر بعيد عن المفاوضات المشتركه لانهاء الصراع ولكنه ببساطه فرض انتصار اسرائيل وتوقع تنازل سياسي من الفلسطينيين مقابل حصولهم على بعض الامتيازات الاقتصاديه وتحسين حياتهم اليوميه هذا ما يمكن تسميته السلام الاقتصادي على حساب التخلي عن ثوابت القضيه الفلسطينيه. ولكن البوابه الاقتصاديه او الورقه الاقتصاديه هي ورقه محروقه لانها جربت سابقا وفشلت في هذا السياق. بالفعل ولكن ترامب يظهر تحيزا تاما لاسرائيل منذ اصبح رئيسا من نقل السفاره الامريكيه الى القدس. وتاييد ضم مرتفعات الجولان واظهرت عده امور اخرى انه لا يهتم بان ينظر اليه على انه يقف مع احد الاطراف وهذا الامر عباره عن سيناريو للنصر وليس من قبيل السعي للتفاوض كي يجتمع الطرفان معا هل ما زلت على رأيك بأنه مجرد رفض السلطة الفلسطينية لخطة السلام لإدارة ترامب هو كفيل بإفشالها بالرغم ما ذكرتم حضرتك الاعتراف في القدس عاصمة إسرائيل على مستوى أمريكي أيضا الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان ناهيك عن الضغوط المالية الكبيرة التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية هل ستستطيع الاستمرار والصمود على موقفها الرافض برايك حسنا انا لا اعرف فالامور غامضه يبدو ان السلطه الفلسطينيه تمكنت من اجتياز العديد من الصعوبات في الماضي ولكنني لن اتفاجا ان انهارت فبعض الفلسطينيين يرون انه يمكنهم على الاقل اعاده وضع اعباء الامن على كاهل اسرائيل بدلا من ان تدير السلطه الفلسطينيه الضفه الغربيه بشكل خاص من الصعب للغايه ابداء الراي ولكنني اعتقد ان اسرائيل نفسها لديها مشكلات سياسيه داخليه فهم لا يستطيعون تشكيل حكومه في الوقت الحالي وبالتالي من الصعب للغايه في هذه المرحله تصور امكان الوصول الى حل حتى من جانب اسرائيل بشان القضيه الفلسطينيه حيث ان الامور الان متجمده وتحولت اسرائيل الى دوله مقسمه فهي تمارس سيطرتها وهيمنتها على الشعب الفلسطيني ككل ليس فقط الشعب القابع تحت ظلال الاحتلال ولكن كذلك الشعب الذي يعيش كلاجئ في مخيمات طوال اكثر من سبعين عاما الان وكذلك الشعب المنفي قصريا لذلك حتى تود اسرائيل انهاء وضع الدوله المقسمه لا يمكن تحقيق السلام الفعلي على الاكثر سيحدث وقف لاطلاق النار وايقاف مؤقت للمواجهات والاعمال العدائيه ولكن على ما يبدو اسرائيل لا نيه لها لذلك. لا بالطبع، لانهم يرون ان حل الدولة الواحدة ممكن ومطلوب. وان نظرنا الى تاريخ اسرائيل، سنجد انها تتوسع دائما وطموحه، وتستطيع تعزيز هذا التوسع من خلال قدراتها العسكريه. وما تفعله الان هو الوصول الى المرحلة الاخيرة من لعبة الشطرنج. وهي انهاء اللعبه وترى ان الوصول الى نتيجه تساعد على فرض حل افضل من التفاوض والتنازلات المتبادله فحل الدولتين كان يقوم دائما على وصول الطرفين الى تسويه سياسيه ولم يعد ذلك مطروحا في اللعبه That no longer is the game. تماما بما أن قواعد اللعبة تغيرت الضغط على السلطة الفلسطينية لم يعد فقط إسرائيلي أو أمريكي بل هناك دعم عربي لخطة ترامب للسلام بشكل رئيسي يأتي من السعودية والإمارات ومصر كيف تنظر إلى هذا التغير في موقف هذه الدول تجاه القضية الفلسطينية؟ اعتقد ان هذه قضيه مهمه يجب فهمها بشكل جيد اعتقد ان الامر يعود الى سببين احدهما هو الشعور بان اسرائيل قويه للغايه عسكريا كي يمكن مواجهتها وان حاولت مواجهتها فستبدو ضعيفا وستشعر بالاحباط والهزيمه والسبب الثاني هو الاولويه التي تعطيها الدول العربيه لمواجهه ايران واحتمال كسب تعاون اسرائيل في هذه المواجهه التي قد تغير موازين القوى في المنطقه لان التنافس الحقيقي هو بين ايران والمملكه العربيه السعوديه بهدف التوسع في نفوذهما الاقليمي وحدثت تطورات اخيره ادت لتعقيد هذا التحليل مع هجمات الحوثيين على المنشات النفطيه السعوديه التي اعطت السعوديين درسا بانهم عرضه للخطر حتى في اسرتهم والحقيقه التي مفادها ان الولايات المتحده لم ترد اظهرت للسعوديين انه ليس لديهم هذا الحليف الموثوق به في المنطقه وقد ادى ذلك الى ابتعاد الرياضي عن الاتجاه نحو المواجهه مع كل هذه المتغيرات والظروف بروفيسور ماذا يستطيع الفلسطينيون فعله حسنا لقد استمر الفلسطينيون كما ارى في احداث وضع لا يتيح لاسرائيل الشعور بالراحه للابد ان عدت للنظر الى ما اقض مضجع نظام التفرقه العنصريه في جنوب افريقيا فانه لم يكن المواجهه العسكريه المباشره ولكن مزيج من ضغوط العزله العالميه من الخارج شيء مثل حركه المقاطعه وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالاضافه الى المقاومه المستمره من الضحايا نحن نرى ذلك في غزه من مسيرات العودة كل أسبوع على حدود قطاع غزة وهو مشهد مذهل يظهر استمرار مقاومة الفلسطينيين والعرب ضد الخضوع وتدريجيا يشعر العالم بجهودهم هذه النقطة التي وصلت إليها القضية الفلسطينية والضغوط التي تتعرض لها السلطة أعاد النقاش الفلسطيني الداخل حول السبب الحقيقي أو المسبب الحقيقي لهذه النقطة وهنا عودة النقاش عن اتفاقية أوسلو بأنها كانت أوهام ك كاذبة ووعود مكسورة على مدى السنوات الماضية أكثر من 25 عام هل توافق على هذه النظرة؟ بالنظر إلى الماضي أعتقد أن ذلك صحيح ففي وقت اتفاقيات أسلو كان من المامول احداث مسار سياسي نحو التسويه السياسيه ولكن صديقي ادوارد سعيد شعر في لحظتها انها تعد بمنزله استسلام سياسي لاسرائيل وانه من دون التاكيد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم في اطار عمل اوسلو كان الامر من جانب واحد وان الاعتماد على الولايات المتحده التي لديها علاقات خاصه مع اسرائيل كي تكون الوسيط هو علامه على الضعف الفلسطيني واعتقد انه بالنظر الى الماضي كان ادوارد سعيد على صواب وكنت انا على خطا باقي لنا سؤال في هذه المقابله بروفيسور وربما هو سؤالي المفضل كيف تتابع الموجه الثانيه من الربيع العربي ما يحدث في العراق ولبنان والسودان والجزائر؟ حسنا سؤالك الأخير هو الأكثر صعوبة ولكن اعتقد ان الامر الاكثر بداهه ان الموجه الثانيه هي خاصه بالقوميه الجديده في هذه الدول فهم يسعون الى الوحده الداخليه وهم ضد الطائفيه ولا يريدون حكومه ترتبط بحسابات الجغرافيا السياسيه بقوى خارجيه هم يريدون التحكم في مصيرهم الوطني كشعب واحد والتغلب على الانقسام الطائفي والديني والانقسام بين السنه والشيعه وجميع هذه الاختلافات التي ادت الى التسبب في المعاناه داخل هذه الدول خلال السنوات الاخيره واعتقد ان الموجه الثانيه على العكس من الاولى التي كانت ضد الحكام المستبدين فقط اعتقد ان الامر مختلف واكثر نضجا وامل ان نرى بعض النتائج الجيده. بروفيسور ريتشارد فولك، شكرا جزيلا لك على وقتك وعلى هذا النقاش، وبما ان مقابلتنا معك تزامنت مع عيد ميلادك، نتمنى لك في اسره تي ار تي عربي المزيد من الصحه والسعاده. من دواعي سروري، شكرا لكم. وشكراً لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، نلقاكم قريباً